السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة فتح حساب ابل ستور امريكي مجاني. طبعا في شروحات كثير بخصوص هذا الشيء، لكن هذا الشرح عن الاصدار الجديد للايفون طريقة شوي مختلفة. ركزوا معي بالشرح. نفتح حساب ابل ستور، طبعا الشرح راح يطول شوي ولكن احاول اختصر عليكم بقدر الامكان. بالبداية تسجل خروج من الحساب القديم، اذا كنت مسجل دخول نضغط على هذه الايقونة وتسجل خروج. بعد كذا نتجه إلى قائمة البحث، نكتب فري. طبعا هذه النقطة مجانا يا أخوان، إذا ما نزلت برنامج مجاني ما راح يطلع لك الخيار المجاني، يعني يطلب منك حساب بنكي وكذا إلى آخره أو فيزا، يعتبر حساب غير مجاني. إذا تبي حساب مجاني لازم تنزل برنامج مجاني. نضغط على جيت من هنا، أي برنامج مجاني. وبعد كذا يطلع لك خيارين، نختار إنشاء أبل آي دي جديد. في خطوات مهمة جدا يا أخوان لازم تركزون فيها، لأن الحساب الأمريكي دقيق جدا جدا. تظهر لك هذه الصفحة، نسجل الإيميل اللي فوق. أول شيء نسجل الإيميل، طبعا نسجل أي إيميل خاص فيك، جيميل أو هوت ميل أو ياهو أو أوتلوك إلى آخره. هنا نسجل كلمة المرور يعني الباسورد. الباسورد لازم يكون حرف كابيتال وحرف سمول، وأرقام. طبعا أرقام ما يقبل تسلسلية ولا متشابهة، زي ما شفتوا سجلنا ام كابيتال ام سمول 9873321. هذا الإيميل أنا مسجله بس للشرح، اللي بيستخدمه عادي يستخدمه بس ما يقدر يوصل الإيميل نفسه. هنا نقطة مهمة، لازم تختار دولة أمريكا. أمريكا طبعا تكون بهذا الشكل. بعد كذا نضغط على هذا الخيار، نفتح هذا الخيار ونضغط على نيكست من الأعلى. هنا نسجل اللقب. طبعا أنا بسجل لكم أي شيء بس عشان الشرح، زي ما عودتكم الشرح يكون دائما مختصر ومفيد. هنا نسجل الاسم الأول، وهنا الاسم الثاني، هنا تاريخ الميلاد. طبعا أنصحكم أنكم تسجلون تاريخ شوي كبير، يعني 20 سنة أقل شيء عشان تظهر لك جميع البرامج. هنا نقطة مهمة، زي ما قلت لكم أكثر من نقطة في مهمة، لكن هنا الأسئلة السرية والإجابات السرية لازم تعرفها وتحفظها زي اسمك، عشان إذا بغيت، إذا شحنت الحساب الخاص فيك يعني زي بطايق آيتونز وبغيت تشتري برنامج، راح يطلب منك الإجابات السرية. أو إذا نسيت الباسورد حق الحساب نفسه تقدر تسترجع عن طريق الإجابات السرية. نختار من هنا أي سؤال. طبعا مو لازم تجاوب على السؤال بالضبط، يعني مثلا يقول لك ما هو الكتاب المفضل لديك أو ما هو المعلم الخاص فيك إلى آخره، مو لازم تكتب بالضبط، اكتب أي شيء يعني زي اسمك، اسم أبوك واسم العائلة عشان ما عشان ما تنساهم. أنا بكتب لكم أي شيء زي ما قلت لكم عشان بس الشرح ما يطول عليكم. هنا نختار السؤال الثاني، هنا برضو السؤال الثالث. انتم طبعا اختاروا الاسئله واكتبوا الاجابات، مثلا اسمك واسم ابوك واسم العائله عشان بس ما تنسون الاسئله. نضغط نيكست من هنا. زي ما قلت لكم هذا الخيار المجاني، اذا ما طلع لك الخيار المجاني لازم تنزل برنامج من البدايه. اذا ما طلع لك الخيار المجاني فتاكد ان طريقه تسجيلك من البدايه خطا. نختار هذا الخيار، وبعد كذا يظهر لك اسمك واسم الاب زي ما كتبت بالبدايه. هنا نكتب اي شيء، هنا برضو اي شيء، هنا نكتب نيويورك عشان ولايه امريكيه. نختار من هنا، بعد ما سجلنا نيويورك نختار من هنا الولاية الأمريكية نيويورك نفسها. تكون بالشكل هذا. أنا أخطيت هنا، حطيت حرف التي بدل الآر. تكون بالشكل هذا زي ما أنتم شايفين. بعد كذا يقول لك الرمز البريدي حق ولاية نيويورك، نكتب 111 100 11 واحد. وهنا زي ما انتم شايفين الامريكي، طبعا لازم زي ما اخترت من البداية. هنا رقم الجوال نختار 1 2 3، ومن هنا من 1 الى 7.
وبعد كذا نضغط على نيكست. راح يرسلوا لك كود على الايميل اللي انت سجلته. هذا الكود سجله بالفراغ المكتوب 084 08 95 ونضغط على هذا الخيار من الأعلى. ننتظر بس ثواني عشان يتم فتح الحساب أو تسجيل الحساب في أبل ستور. خلاص تم التسجيل الحمد لله. نضغط على كنتينيو من هنا والحمد لله الآن تم التسجيل. بعد كذا لازم تسجل خروج وبعدين بعد كذا تدخل ثاني مرة. نضغط على هذا الخيار من هنا ونسجل خروج من هنا عشان ما يطلع لك الحساب معلق. وبعد كذا نسجل دخول. طريقة تسجيل الدخول ننزل أي برنامج مجاني زي ما قلت لكم، وننزل أي برنامج عشان بس نتأكد أن الحساب تم تفعيله. نختار استخدام أبل آي دي موجود، احنا خلاص فتحنا حساب الحمد لله. نسجل الإيميل ونسجل كلمة السر اللي سجلناها قبل شوي mcapital.msmall9873321 وبعد كذا موافق. هنا يطلع لك هذا الكلام، ما عليك منه، اضغط اوكي ونضغط على تثبيت من هنا. يقول لك هل ترغب في استخدام تتش اي دي للمشتريات يعني البصمة؟ ليس الان. يقول لك هذا العبارة ما عليك منه، يقول لك يعني مثل ما تقول ترحيب او في حساب في ابل ستور امريكا وكذا. نضغط على اوكي. سنشوف البرنامج، البرنامج زي ما انتم شايفين جاري التحميل، خلاص البرنامج بدأ ينزل الحمد لله. نبحث عن البرنامج نشوفه نازل او لا. زي ما انتم شايفين بدأ يتحمل او خلاص تحمل الحمد لله. الطريقة بسيطة وسهلة، اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفمان الله.